بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم رح نتابع فيه موضوع فطر الكانديدا، ورح نتحدث عن اختبار كشف الإصابة بالمنزل والنظام الغذائي، ويشمل قائمة بالأغذية الممنوعة والأخرى المسموح بها وإمكانية العلاج بالأعشاب الطبية. فاصل ونواصل. تعيش فطريات الكانديدا على جلود وداخل أمعاء وأفواه 75% من البشر، إلا أنها لا تتسبب بمشاكل للإنسان إلا بعد تناميها بشكل يؤثر سلبا في المناعة الجسدية. وهي من الفطريات الخميرية الطفيلية التي تشبه إلى حد ما الخمائر التي تقطن الأمعاء والقناة التناسلية والفم والحلق والمريء. ويتميز هذا النوع من الفطريات بتعايشه في توازن غريب مع البكتيريا والخمائر الأخرى الموجودة في جسم الإنسان. وتتكاثر الكانديدا فتضعف جهاز المناعة وتسبب عدوى خطيرة تعرف باسم مرض الكانديدا. وفطر الكانديدا يمكن أن ينتقل بسهولة من خلال مجرى الدم لأجزاء كثيرة في جسم الإنسان، فتصيب أجزاء كثيرة من جسم الإنسان وبالأخص الفم والأذن والجهاز الهضمي والمهبل. وقد تعرفنا في الفيديو السابق على هذه الأنواع، والنوع الشائع هو كانديدا البيكانس الذي يصيب السيدات. وليس من الغريب أن تكثر التهابات كانديدا البيكانس في الناس الذين يعانون من ضعف المناعة الجسدي، كما هي الحال في كبار السن والمرضى اللي عندهم أمراض مزمنة ومتعاطي العقاقير التي تكبح جماح نظام المناعة الذاتي. أما كيفية اختبار كشف الإصابة بالمنزل، يمكن معرفة ما إذا كان الشخص يعاني من نمو زائد لفطر الكانديدا بواسطة اختبار منزلي بسيط. ويقوم الاختبار على استخدام كأس شفاف مملوء بالماء، وبعد الاستيقاظ مباشرة يقوم الشخص ببصق اللعاب في الكأس ومراقبة حركته، لا سيما سرعة غرق اللعاب. وإذا ما ظهرت خيوط مثل شرائط من اللعاب تنزل إلى قاع الكأس، كما ينبغي مراقبة ما إذا كان لون الماء أصبح ضبابيا مع بروز جزيئات عائمة من اللعاب تتجمع في قاع الكأس. وإذا ما تأكد ذلك خلال ساعة فإن الشخص يعاني من نمو زائد في فطر الكانديدا، لأن اللعاب الصحي يطفو عادة إلى الأعلى. وينصح الأطباء وخبراء التغذية ببعض الطرق المنزلية التي قد تساعد في علاج الفطر الذي يصيب الأمعاء، مثل تفادي السكريات والمواد النشوية والمواد التي تعتمد على خميرة البيرة ومنتجات لبن الأبقار، إلا أن استشارة الطبيب تبقى الوسيلة الحاسمة للعلاج بالطبع. أما النظام الغذائي لمرضى الكانديدا ويشمل قائمة بالأغذية الممنوعة والأخرى المسموح بها. أما الأغذية الممنوعة على مرضى الكانديدا لأنها تزيد من المرض السكر الأبيض والبني، أيضا العصائر المحلاة بالسكر والعسل الأسود، أيضا عسل النحل، شراب الذرة، شراب الأرز، دبس التمر، الفاكهة المجففة بما فيها المجمدة والمعبأة، أيضا عصائر الفاكهة المعلبة، الكحوليات والمشروبات المخمرة، خميرة الخبز وخميرة البيرة والخبز والمعجنات والبسكويت والكيك والحلوى، أيضا الخل الأحمر والأبيض، الأطعمة المحتوية على الخل مثل المخللات والخضروات المخللة، أيضا المايونيز والكاتشب ومتبلات السلاطة المعدة تجاريا، أيضا صلصة الصويا وصلصة الباربيكيو والخردل، وخاصة الخردل المحتوي على الخل، والحليب المركز ومسحوق الحليب والفطر، يعني فطر عيش الغراب، والفول السوداني وزبدة الفول السوداني والفستق الأخضر والجبن المعتق والمعالج مثل جبن الروكفورت والجبن الزرقاء وجبن الشيدر، أيضا الأطعمة المصنعة والمعلبة، أيضا الوجبات الجاهزة المحتوية على السكر والدقيق المكرر، أيضا اللحوم المعالجة صناعيا والمدخنة مثل السجق والنقانق والسلامي، وأخيرا المحليات الصناعية. طبعا هاي الأغذية الممنوعة على مرض الكانديدا لأنها تزيد المرض. أما الأغذية المسموح بها والتي تساعد على العلاج
شاي الأعشاب خاصة شاي القرنفل، أيضا العصائر الطازجة الطبيعية دون إضافة السكر بكل أنواعه، أيضا الخضروات الورقية الخضراء مثل السبانخ والجرجير لاحتوائها على بيتا كاروتين وفيتامين سي، أيضا الكرنب والبروكلي والقرنبيط واللفت والملفوف، طبعا هاي العائلة، لاحتوائها على مواد كبريتية، أيضا حساء أو شوربة الخضروات الطازج المعد في المنزل، أيضا الفاكهة الطازجة، أيضا الأرز البني أو الرز البني، أيضا الدقيق البني الخالي من الجلوتين، أيضا الكيك المصنوع من الأرز، كيك الأرز، والكيك المصنوع من الشوفان، يعني كيك الشوفان ونخالة الشوفان، أيضا الخبز والمعجنات المعدة في المنزل باستخدام دقيق الحبوب الكاملة مع البيكنج باودر أو الصودا وليس خميرة الخبز، أيضا البقول المجففة مثل العدس والفول والبازلاء والحمص، أيضا لبن الصويا، أيضا اللبن الرائب الزبادي يعني المدعم بالخمائر الطبيعية. ويمكن للمرأة التي تعاني من التهاب مهبلي بفطر الكانديدا أن تضع اللبن الرائب يعني الزبادي مباشرة على المهبل. أيضا اللبن الرائب أو الزبادي المحتوي على البكتيريا الحية المحفوظ في الثلاجة بعيدا عن الضوء. أيضا الجبن قليل اللاكتوز مثل جبن الموتزاريلا، المكسرات الطازجة والبذور النيئة لاحتوائها على فيتامين إي، أيضا زيت بذر الكتان أو زيت الزيتون وعصرة البكر الباردة، أيضا البصل والثوم لاحتوائها على مواد مضادة للفطريات، واللحوم والأسماك الطازجة، أيضا الأطعمة العضوية الطبيعية غير المصنعة. ويضاف إلى هذه الأغذية ما يلي: الأغذية الغنية بعنصر الزنك مثل اللحوم الحمراء والمحار البحري والمكسرات والبذور، ويلعب الزنك دورا مهما في زيادة مناعة الجسم والوقاية من الالتهابات الفطرية. أيضا الأغذية الغنية بعنصر الحديد مثل اللحوم الحمراء والأسماك والبيض والمكسرات والخضروات الورقية الخضراء، ويلعب الحديد دورا مهما في التئام الالتهابات الفطرية ومنع تكرارها. أيضا الأغذية الغنية بفيتامين سي مثل الحمضيات والتوت والفراولة والفلفل الأحمر والأخضر، ويلعب هنا فيتامين سي دورا مهما في رفع كفاءة الجهاز المناعي والوقاية من الالتهابات. الأغذية المعززة بالخمائر الطبيعية مثل الزبادي وبعض عصائر الفاكهة اللي ذكرناهم الطبيعيين لإعادة التوازن الطبيعي بين البكتيريا النافعة والفطريات، مما يؤدي إلى منع نشاط وتكاثر الفطريات. أما العلاج بالأعشاب الطبية، يفضل بعض الأطباء علاج داء الكانديدا غير الحاد أو البسيط بالنباتات التي أثبتت فعاليتها، وكذلك عن طريق حمية تسمى حمية الكانديدا، حيث يعتبر الفطر المعروف باسم كانديدا البيكنز أشهر أنواع الفطريات التي تصيب جسم الإنسان بكثير من المشكلات الصحية. ومن الأعشاب التي ينصح بها الثوم، ويؤكل مع كل وجبة فصي ثوم، فصين ثوم طبعا وسط، ومن المعروف أن الثوم من أكثر الأعشاب فتكا بالفطريات. أيضا مكملات زيت الثوم، فهو مضاد للفطريات وينصح بتناوله بصفة منتظمة لرفع مناعة الجسم والتغلب على الالتهابات الفطرية والفيروسية والبكتيريا. طبعا زيت الثوم بيكون معبأ وموجود على العلبة طريقة الاستعمال. أيضا القرنفل، يؤخذ ملعقة صغيرة من مسحوق للقرنفل وتنقع في ملء كوب ماء مغلي ويترك لمدة 10 دقائق، ثم يصفى ويشرب بمعدل مرتين في اليوم. طبعا هاي المواد ما بنغليها على النار لأنه تفقد من خواصها. أيضا البابونج، البابونج يحتوي على زيت طيار له قيمة علاجية للفطريات، يؤخذ ملء ملعقة أكل من أزهار النبات وتنقع في ملء كوب ماء مغلي لمدة 10 دقائق، ثم تصفى وتشرب بمعدل 3 مرات يوميا. أيضا يعتمد على المكملات الغذائية المحتوية على الحديد والزنك وفيتامين سي.
حبايبنا، حاولنا بقدر الإمكان وبشكل مختصر الإحاطة بموضوع فطر الكانديدا، وإذا في أي سؤال أو استفسار أو اقتراح حول هذا الموضوع أو غيره يمكن وضعه في تعليق أسفل الفيديو وسنجيب عليه إن شاء الله. نشكركم جميعا مشتركين وزوار على تفاعلكم وثقتكم بنا. نرحب بزوارنا الجدد اللي عم بيشوفونا أول مرة. إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا، الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.